دكتور، هو أنا لو هعمل زراعة أسنان محتاج إن أنا ألم بنج كلي؟ لو عايز تعرف إجابة السؤال ده يلا بينا. عندنا نوعين مهمين جدا من البنج في طب الأسنان، البنج الموضعي والبنج الكلي. المخدر الموضعي هو عبارة عن إبرة في أغلب الأحيان بنتم حقنها في المكان فقط اللي احنا عايزين نشتغل فيه، وتؤدي إن الإحساس بالألم يكون مش موجود تماما. أما البنج الكلي فده بيستلزم دخول المريض إلى مستشفى ويكون في طبيب مخصوص للتخدير، وبيتم استنشاق غاز معين يخلي المريض ينام تماما. دايما بنختار البنج الموضعي كاختيار رقم واحد للأمان الكبير اللي فيه والسهولة وتقليل التكلفة لأي إجراء إحنا بنعمله. البنج الموضعي دايما يكون اختيارك الأول. البنج الكلي ما بنروحوش غير في الاضطرار الشديد. لو محتاج زراعة أسنان دايما اختار البنج الموضعي. لو عجبك محتوى دكتور زراعة ما تنساش تلايك وتشير وتسبسكرايب، لو انت على اليوتيوب فعل الجرس تشوف الحلقات اللي جاية وما تنساش اللي فات وكده يعني.